مساء الخير، انا اسمي دكتوره عواطف الشرقاوي، استاذ مساعد قسم تمريض اطفال كليه تمريض جامعه اسكندريه. النهارده اتكلمنا عن الاسعافات الاوليه في الاطفال، سواء للطفل الرضيع اللي هو اقل من سنه او الطفل اللي هو عمره من سنه ل 12 سنه. اتكلمنا عن الانعاش القلبي والرئوي للعمرين دول، واتكلمنا على ايه هي الاسعافات الاوليه اللي اي حد ممكن يعملها في اي مكان لاي طفل، سواء في البيت، في الشارع، في النادي، في المدرسه. ازاي يوقف نزيف لو حصل للولد، ازاي يعمل اسعافات اوليه للكسور، واي جسم غريب يدخل عين الولد او ودنه ازاي يتعامل معاه. كمان الكسور، ازاي لو الولد اتخبط، ده اي حد ممكن يعمل له اسعافات اوليه، ويحافظ على ان الكسر ده ما يزيدش او يعمل مخاطر للطفل. وكمان اتكلمنا على الحروق، وعرفنا ايه هي انواع الحروق ودرجاتها، وازاي نتعامل مع كل درجه من الحروق. وطبعا في الاول وفي الاخر ان الحذر لا يمنع القدر، فطبيعي حتى لو اخذنا كل الاحتياطات لمنع اي حادثه للطفل، وارد جدا جدا ان الطفل بيبقى ما شاء الله شقي وبيتحرك، فطبيعي جدا ان هو يتعرض للحوادث. فالمهم جدا ان الشخص اللي هيبقى معاه لازم يتعامل بدقه وبطريقه سليمه علشان يحافظ على حياته وينقذ حياته. والف سلامه على ولادنا جميعا.